لما أكون لحالي بالمطبخ عم بطبخ بتذكر كل عائلتي إنهم أجوا معي على المطبخ ودرين أذك وحا أن دريميا أبهويتي زين نصور سئلي سبار لبي مفللاي من السبات فتوى وأنا كأني مو أنا جدتي كانت تتكلم معي عن رام الله وكانت تحكي إنها جنة ومن ثم كانت تتكلم حزينة وبعدها تغير الكلام لما كنت صغيرة كنت أشوف ماما هي وبتطبخ كنت أفرح كثير لأن أكلها كان كثير بشهي أمي ما كانت تحب تطبخ وأبي توفى لما كان في عمري 16 سنة من ذاك اليوم كان علي أن أطبخ الأكل لكل العائلة أب معسكر سوداني توليده مخنياتو صدراي كاب إيرترا سلازوز أدي زغني مسرح مهيراتني أب سودان كلنا زغني أب أقداسي قزيه يسرح كم مرعا عينت مركي أقول ريسي أن وحكريسي في عنا يوم حسوستا وحين جريشان يطمن سن هل مالين آيه ماما دي بنانك آدي markay guriga ku soo noqday cuntadii oo diyaar ah ay u timid hooyaday way ugu qasashay waxay dhahday diblay lama kan umri 12 sano kunna bagdad aayshin kunna daiman atla ma mama nruh lil mat'am nishtari falafel wa lama kunna nruh nishtari falafel min hada al mat'am kan wasam huwa li ya'mal al falafel kan yishtaghal hunaka أنا حسيت قلبي إنه وسام عم برن على التليفون وأنا كنت أستنى أهلي يطلعوا مشان أسمع وسام شو بده يحكي منذ 10 سنين تعرفت على زوجي بشار كان محامي وأنا كنت طالبة سنة أولى في كلية حقوق كنت أحلم أخذ إجازة وأعلم في الجامعة كنا نتكلم على كل شيء عن الحياة عن أحلامنا كان جد رومانسي أبكلت الشحن 3 سنين والعسرت حمشت عمد كلخو سدراي حزمنا نيرترا تمليسم مخنياتو إيرترا السلام كوينو إلا نميجم مرتا قزي حقري زرا أخلا هذا معلتي أبيت مرتي مزيوم والتهدرات نيحواتي وسيدومم نيحواتي أبناي تعليم بوتا أغمي طمم التي تعليم ندق نسيو ندق تبعتيو كل حادث لزخوني كل بحنساب يزعلم بوتانا تعليم حماء نقارات يفزم نبلع لدك نستيو دحري حادة عمد حويك بتعليم تمليسو أبتي بوتانا تعليم حماء نقارات كمزولو نقيرنا
ادخال اي حوي اي تملسن مخنياتو سلازموته الزكاة بتليفوني ناسمعيناي ادي بفتصم ريسو اي رأيتو ادي بسنكو تسأليلا waxaan dhameeyay iskoolka 2007 waxaan jiray dagaal jiray qaraxyo aad u badan guriga laga ma bixi karin iskoolna ma la aadi karin mana la joogi karin qofkii aan dhiman wuu ka cararay waxaan xasuustaa saaxiibadii qaaliga oo aad u murugaysan ku soo noqotay guriga gurigiina weesay familkeedina weesay walaalkay iyo cunugtiisa waxay ku dhinteen qaraxyadii aniga aad ayaan u cabsanaayay waxaana rabay inaan iskaga soo cararo دحري مرعانا سبقاي وتهدرنا قديفو هادمو كوسدوو إلوم مسمسو ناكلتا ورحيت انسي نيروني نسبقاي سلزي رخبوو نعاي أبعد عبيتو أسيرومني بزس كحكح قد قيت أمني مسبزحي وديغي نفسي داي قوزعز أركويني أي عدل تنسي أي كدن كاب استربيت مسواس أخو سبعي أبي كمزلو أي فلت إني نيري كلو جزية بزعبا سبعي نودي ينقرو أبوي أب إرترا هويت يلن إلو مستزاربه تأسيرو أبي كمزلو أي نفلت إنا ميتو دي ويس بهويت كاب إيرترا مسدين ودين هديمنا وزينا سودان تمليسنا هيا ذي وي عبسانيسي من الربين إنانا نبحا waxaan ku soo maray saxaraha gaari yar anagoo ka kooban 10 qof safarka wuxuu ahaa mid aad u xun waxaan u oynayay maxad u soo baxday waxaan dib ugu oynayay maxad u soo baxday saddex maalin kadib waxaan naga dhamaaday cuntadii iyo biyihii waxaan soo galnay Liibiya waana la xirxiray ma aanan bixi karin ilaa aan siina lacagteena oo dhan iyaga لما ولدت بنتي الكبيرة ورا سنة الوضع تبع العراق كان كثير مو منيح مع الأسف بالعراق كنا كثير نخاف عشاننا فلسطينيين كانت سنة 2003 بالضبط 19/3 لما كنت بالمطبخ قاعدة
أنا وعائلتي. سمعت بالأخبار، أكيد إنه بكرة رح يجوا الأمريكان. ما غمضت عيوني ولا نمت يوم 20/3، لأنه على الساعة 5 سمعت صوت الغارة، وورا نص ساعة الانفجارات بلشت، صواريخ، وظلت الصواريخ. أنا كنت أخاف وبخاف على بنتي، ما بدي أتذكر شي بعد، لأن كل شي ضاع، بيتي، مطعم زوجي، كل شي ضاع، ومات لي أصدقاء وأشخاص من أقاربي. أنا ووسام زوجي هربنا من العراق، حاولنا نعيش بسوريا. بنتي الصغيرة في سوريا كان في الحرب. من ذاك اليوم حياتنا ما عادت مثل ما كانت. بيوم بقرب مدرسة جود صار في انفجار وصار في كتير موتى. كان كتير مرعوب وكل الأطفال كانوا بيبكوا. في نفس اليوم بالعشي حاولوا يخطفوا بطفلتي. بتذكر أنه كان يوم الأربعاء وكان أبشع يوم بحياتي. بذلك اليوم زوجي قرر أنه يترك سوريا. تلك الحياة ما بقت حياتنا. دن اب سودان نسب اي رخيبه نمجم مرتاج بزيه مسودو ترخيبه حجيون هويتنا اب حدقا كمزلا فليتنا بخمز مخنيات نا افريقا قريفنايا ندربدا حاليفيو بنقشتي ماكينة مسكلتة 107 كاين موت فرحنا اب موت داتاقن ليبيا بزيحنا كال اي قلعا اللاني حموشتي ورحي زلوو ليبيا وحن جوغي هالبيل وحن سوغاي سفر كيغا روبا ريادي دمانتين حري نيمو نبات يو نلول وناك بشي ماجة لابد كوني سيدادا آنيغا إيا لحدان قف أوكالي وحن سوغالناي مركي وغو ريساي بادا مالنكي لابد دونتي وينغا هالاوداي وحن كودا عداربناي بادا وحيهد وحقاد وحن
لكن إلها وين وحان عاويي دون وحان نلقى عليك تنسي. halkaas waxaan uga laabanay Lug Tripoli. Wadada waan ka cabsanaynay, qaar naga mid ah waxaa xirxiray booliska. Marka la qaadanayo doonta lagu imaanayo Rabba, qofna ma oga waqtiga saxda ay baxayso doonta. Waa inaa sugtaa, rajaysaa inaan qofna kugu dhegin wadada, ama kugu xadgudbin ama xabsi lagu gelin. Saddex isbuuc kadib waxaa liigu dhahay in la gaaray waqtigeenni. وكانوا كثير كثير فلسطينيين في الصحراء التنف. كنا نعيش بداخل خيمة وكثير كثير كلنا فلسطينيين. حتى بالتنف حتى ما كان في مستشفى. لما ولدت ابني نزلوني على سوريا وولدت هناك بالمستشفى. التنف كان كثير ممنيح قبيح. صحراء أنا عشت بيه 3 سنين وأنا ما بعرف إحنا شو، لا فلسطينيين ولا سوريين ولا شيء. waxaan xasuustaa inay dhaqso imaadeen caawiyaashii naloona qaaday jasiiradda Lamadusa. Waxaan xasuustaa wanaagii iyo caawintii dadkii aan kula kulannay Lamadusa. Maalmo yar kadib waxaa la ii soo qaaday Bari, kam aad u weyn. Waxaa joogay dad ku dhow 2,000. Waxaa la ii habeeyey konteynar, aniga iyo 2 gabdhood oo kale oo Soomaaliya. أب لامبادوزا بس إحنا قد مخلط تصمون إتي سأقم زقات أمي عبعلة سلستي ورحي عسرتي ناتنا مركبون تبلاشيا نيرا أد حانتقن بغلطف مزيومنا
بوصلو مسبس احنا بالطعمي حماق هويت نيرو مدقسي امريت نيرو باينو دمانا كله بحبار نيرو باسي اقاتمو مخنياتو عشرة قبر زدل السب اي نبرا قد كيتون بحيلي عشرة اقبرومنا والتهدرات نيرت راويان كقد كتوم رئيو تأميتين السب اي سيينيو ابي كمزلو اي فلتني حدي قاب بشعو اي راخوان waxaan ku jiray kaamka bilo badan waxaan sugayay in la iga dhageysto maxkamada si aan u helo barmeesadiisa jarno laakiin halkaas waxaan isku baranay qadir aan isna qaanay markaan joogay Soomaaliya wuxuu iman jiray xaafadeena inoo la ciyaaro banooni walaalahay waxaan ka soo baxay kaamka aniga iyo barmeesa si joornadeeda laakiin ma haysan meel aan aado waxaan ahay wadada oo kaliya markaas ayaan go'aansaday inaan aado Switzerland halkaas waxaan weydiistay qaxootinimo cusub laakiin 3 bilood kadib booliska wuxuu ii sheegay inaanan joogi karin waxaa liiga xiray gacmaha waxaa liiga qaaday xabsi qaas u ah dadka ajnabiga ee aan sharciyada haysan maalmo kadib ana gacma xiran waxaa lii soo waday airport-ka si qasab ah si aan u soo raaco diyaarad Roma Fiumicino gacma xirnaan ceeb badanaa ma ihi dambiile waxaan ahay qof dumara oo raadinaysa nabad iyo xasilooni ruhna lissuid wahuna قدمنا طلب اللجوء السياسي لكن بعد شهرين قالوا لنا أننا كان لازم نرجع لإيطاليا الشرطة حملتنا للمطار ووصلنا إلى روما في ميتشينو بقينا في المطار لمدة 30 ساعة نمنا على الأرض ولا أحد لنا شيء اليوم اللي بعده روحنا إلى مركز الاستقبال اللاجئين كنا 60 شخص وكنا في غرفة كل العائلة ما كان في مطبخ والحمام كان مشترك من طرف 20 شخص بقينا في روما سنة اليوان اللي كان مسؤول علينا اصلا فرقنا احنا اهل زوجي بمكان هولندا اهل السويد واحنا كثير عوائل على ايطاليا جابونا على ايطاليا رياتشي عشت سنة بعدين طلعت رحت على السويد عند اهلي السويد بس بعدين الدولة رجعتني عشان دبلن قانون hadda waxaan leeyahay laba ciyaal hal gabar iyo hal wiil hooyaday waxay haysataa sawiradooda oo kaliya gabadheeda curada aad ayay u firfircoon tahay waana aqli leh ani waxaan kula hadlaa af Soomaali iyada way fahmi dhamaan laakiin waxay igu jawaabay af Talyaani waa taariikh cajiib ah oo waxay wax ku hadli jiray Talyaani hadda waxa ku hadlaya Talyaani gabadheeda waxaan ka fakaraa hooyaday markaan wax karinayo waana murugooda waxaan ismaqalnaa maalin walba way qososhaa mar walba waxay idhaahdaa hawlwalin wayna i duceysaa laakiin waxaa jira maalmo aysan celin karin ilinta
وحي كعب سنة ساينة سندب إي أركين أني وحانو لسا قلبيغا وحانو الشيغا إن عن دقصة إس أركينا أينا برانة سيلميه إي يدو تاهي أني وحان إسكو قصبا إن عن إسكو عليو إلينتا لكن مركان تلافن كدميو أي إلينتا وجيغا إيغا صدادتا مالسي ناي كوميشن نصبع لنا اب ايتالي دينا هنقمت وي كملسونا اي تفلتن زغني كسرح كلهو شح حسابات تمصني صبقن حماغن مخنياتو نتي زفتو وسب سلا ذكر بزعبه حوي يحسب اتزيله بزعبه ابوي يحسب ابيكم زلو زي فلت بزعبا حفتي اب كندا دلا يحسب بزعبا سبعي يحسب ابيكم زلو زي فلتكو وهستا يعني انا بايطاليا اهلي بالسويد اختي بالسويد اخوي ببلجيكا اهل زوجي بالعراق اخت زوجي بهولندا وهستا انا دايما حزيني لأنه بيجي العيد وبيجي رمضان وبيجي عيد ميلاد أولادي وبتيجي كل شي حلو والمناسبات الحلو بس إحنا لحالنا ما عندنا حدا أنا بسأل وسام على الفلافل شلون هالفلافل يا بحكي لي ما بيها ملح ما بيها كمون مو منيحة بس هو أشطر مني بالفلافل دائماً بنعملها مع بعض بس هو بشجعني بحكي لي لا منيحة منيحة وهو لما يعمل لنا الفلافل كثير كثير طيبة ومنكون إحنا والولاد كثير كثير مبسوطين منذ شهور قليلة بعيش في كوسينثا وأخيرا استطعت أن أطبخ لأسرتي وإليكو أكلت قبل الشيخ المحشي؟ برغب أنسى كل شيء أصحيت واكتشفت إنه حلم قبيح لكن كذب وحنك فكرة إريدي أيدي حلف زي بلو مسائي يبلون